الحضارات البيئية هي فقط تبادر اليوم دائرتنا الوزارية ممثلة في كل من المعهد الوطني للتكوينات البيئية والوكالة الوطنية للنفايات إلى إمضاء اتفاقية تعاون مع الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات من أجل استغلال القدرات الفعالة للمرأة الجزائرية في إعداد جيل مسلح بالوعي البيئي ومزود بروح المسؤولية البيئية ومشبه بمبادئ المواطنة البيئية التي تجعله يكتسب سلوكيات بيئية إيجابية ومستدامة وبالطبع خدمة للصالح العام. في البرامج تاع الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات البيئة لها الحصة الكبيرة، لأن نعتبر بأن البيئة هي أساسية لبناء اقتصاد قوي